مرة جديدة إلى غرفة التحكم المروري مع المعاون الأول رؤوف أبو العز. صباح الخير من جديد. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو تغير من الصبح لهلأ من أكثر من نص ساعة؟ يعني بداية ما زالت طرقات منطقة شمال ساحة حلبة مستديرة العبد المحمرة البحساس الهيكلية البداوي جسر السلام وادي جاموس برج العرب أوتوستراد البالما شكة الهري ظهر العين عابة أوتوستراد المني دير عمار ما زالوا مقطوعين بمنطقة شمال. عندنا بيجوني يسوع مفرق يسوع الملك جل الديب أوتوستراد جل الديب الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت. لبقاع طرقات مقطوعة سعد نايل تعلبية مفرق قبلياس جديد العالي برلياس مفرق المارج تباعا عن ظهور العبادية باتجاه بيروت بعلاي. أوتوستراد جنوب أوتوستراد الجي ناعمة وهلا عنا مثلث خالدي. هلا هيدي عم يفيدونا عنا جديد تم قطع الطريق. تم قطع الطريق. نعم هذا في مخص الطرقات المقطوعة لغاية الساعة. نعم بالحوادث الحوادث خلال 24 ساعة الماضية 13 حادث نتج منهم قتيل للأسف و22 جريح. مخالفات الرادار تم تسجيل 675 مخالفة سرعة زائدة. نعم هيدا كل شيء لغاية. شكرا لك أكيد المعاون أول رؤوف أبو العز من مصلحة طبعا غرفة التحكم. هيئة إدارة السير غرفة التحكم المرور.